الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد بإذن الباري إن شاء الله تعالى قيبت أن وحين أمتر قلنا قيبت لغة الصومالية أن ما أرتخذ بضا ما أنت أن كل شيء إن شاء الله تعالى أنك ولبا أن ما أرتي محمر العنوان عنوان كما أرتي بحاجة الآن بالحقوق القصدي إبراهيم ابن أدهم وها من السلف الصالح وللتابعين وهنا كما أرتكوار التابعينها ويل لنا يرى أيها كل من مركز كويري يا إبراهيم إبراهيم عظني ومارت إيواني ووصي وحيسيسا بحل قله مركا إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى وحق ويلكي ويلكي لا مركا نيري إبراهيم ابن أدهم وأنا وحانه نن كل عي معاصي فربضا والله حولي ما تركت ذنبا إلا واقترفت ذنبي كما مجرو إلا وان نحن مارت ما شوضي ونحن دباشي مركا وحكا عصنايا إن هذا اسم مارت إسيسيد وانو أن ما أركتي كوانا قاتو إبراهيم ابن أدهم وانا أوسي ويلكاسي سان هرب وصل الشيخنا ولا ليال معها مد ويلك كلي قاركوا بل قف والبو مسلمة ومع سي أي كون كما أرتي كما شرضي أما قلي أي حقوقتها وانو نحل قلي ملك وانا داس قف والبو أنا أقوه الرأيو لما أنتن أولينو أو مسكح الكوه النوم أو قف والبشنطان قضب وكل در دار إبراهيم ابن أدهم ويلكاس أدوه هدي أد كل عديد أما قفك أد مع سيدة ما أرتي ولب رأرتي مكا استاهل هذا أود هذا اللي ذهي إن عشان تقلب وشجني هذا أود يقول لنا سميسد وهذه الدقات اللي ذهي ففعل ما شيت واحد دون سميت إبراهيم ابن أدهم وحاكوير وسيك خمسة خصال وحنكون در دار ما عشان والحوض أما شو حيالات أما عشان در دار ما كسين يا إيه ما أرتوالي بويري هدي أول ما أكون ده شكواس وحان أود هذا أهل سائر المعاصي إله سبحانه وتعالى أكف قاتل أنت أنا قصدي جنور ليان وحاجر إن أحد من الصالح حسن أقول لي هاي ورهفيرن بيوري لا تنظر إلى صغر المعاصي هفيرن ذنب جيران تقول ليها ولكن انظر وحد يكتا إلى حق من عصيت قفك عصي ذنب جادورك عضي إيه أقول لي هاي أتكو عسان سويني ويندي سيأود أقول لي هاي إبراهيم من هذا ويلك حكولات دار مشان در دارن شن تال مدول بو عند جيسن إن شاء الله تعالى حكويري ويلك حوير هات الأولى يا إبراهيم مده وركن إبراهيم وحوير إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقه هدي أدوني سيدنا رب سبحانه وتعالى كعاسد ويليه رزق الله سبحانه وتعالى مرنا وهعونه ونوانين فقال الشاب ويكنا نحوير إذن أين أكل وكل ما في الأرض من رزقه حقيبا وكعنا وحو البو أمارة دونك يا له رزق إله سبحانه وتعالى ولأن إله سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم رب أساء مد قوذيه إن الله الرزاق ذو القوة المتين ويان رب سبحانه وتعالى أساء قوذي أبدتك مقوذيا مركز حكور يا إبراهيم حكور يا هذا مد كانوا أتأكل رزقه وتعصيه إذا ما وحات ربتاب رزق يسع انتد كدب من أتكو عيسى الله سبحانه وتعالى هذا رب تقضب كبادنا حفظ الحوية رزق الله سبحانه وتعالى عون كدب دارة كو عاسي ويداد مارة أود ولا ذهي مركز الهات الثانية مد لوات كانوا إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرض الله قال سبحان الله كل ما في السماوات والأراضين ملك لله كيف ذلك يا إبراهيم إبراهيم من هذا ملك العكيري هداد دونس إلى الله سبحانه وتعالى كعزي فلا تسكن في أرض الله هكون نولان لك الله سبحانه وتعالى كما رتق عن تكوهي كدح بحرك إلهي صمد إلهي كدح بح مر الله سبحانه وتعالى جوغن ما رتق كعاسي ويان مركز رسالة كل عكرتا للك السماوات كي للك وقعنت إله سبحانه وتعالى يكجران هات الثالثة مدى سدحات كامبيري إذا أردت أن تعصي الله هداد دونيس رب سبحانه وتعالى نكعسد فاذهب في مكان لا يراك فيه وحال أداوي رميل ورب سبحانه وتعالى كاركير قال سبحانه هذا أعظم من الأولى هذا مدى رأينا بطيه ركدر بيري إن الله إله سبحانه مطلع علي في كل مكان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تان وحي كدر انتهره بل رب سبحانه وتعالى وحول بأركيا مارته وحكا قرصنا رب سبحانه وتعالى مجرى أيوه الكيرايري بل آيات القرآن كي أخرى إله سبحانه وتعالى كلها إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء رب سبحانه وتعالى وحن الكجر يوحى السماوات كجر رب سبحانه وتعالى وحكا قرصنا ولا يمله بل وحده وتولى ليال لا تواري سماء سماء رب السماء سماء كما قرصوا وأمارة رب سبحانه وتعالى وحكور قوام ما في بحر الوعر بد قدنت هذا وحكوجي رب سبحانه وتعالى وأركيا لا مالكم ما تكتو إلا رب سبحانه وتعالى صدح بكيهي رب مارة ثم ينبئكم ما كنتم تعملون وحو البوت ثماني سنة رب سبحانه وتعالى وأركيا بل وحو أركيا رب سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور مد واحد ضميسو رب سبحانه وتعالى وأركيا مركب حيوكين وحال أدام ميل ورب سبحانه وتعالى كاركين ويلك حيوكين سليم كل عذاب وحول رب سبحانه وتعالى وأركيا ويان
وأسئل لهنا جبريل عليه الصلاة والسلام مركو النبي إحسان كله هذا اعبد الله إله وعبد فكأنك تراه سأذيه أركيه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا ربي سبحانه وتعالى أركين أسأياك أركيه ويان مارتي اعبد ربك ربي أنا أعبد الذي يراك حين تقوم مركات كعي سيدي مركات مارت وحول بوسم ينسع عبادة ربي وكان كاورك ومركع إيمانك حكويري فقال إبراهيم نذهم أفيحسن لك أن تأكل رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه وهو يراك هيا ويليه وموحاك لها بومبو يري إن رزق ربي سبحانه وتعالى عنتد نلك سلكون أولاتد أسوأك أركي سيكو النفط هذا كورس وكيف سولت لنفسك نفط سليك ولقر حسي مركز من كحيري والله هذا أمر عجيب تنوى أرن قطرة هات الرابعة مد أفرات كين بيري إبراهيم إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني أخرني ساعة حتى أتوب إلى الله توبة نصوحا وأعمل عملا صالحا ويلكي وحكي إبراهيم الأدم رحمه الله تعالى ويليه هذه مركي جيرد كوتي ما ضو نفط الرمل لقاب بحيه وحد كتر هذا ما أنت ملك الموت كام دب إيدك دب إيدك سيان دب أول الله بتصاعد دب يقولك أن عمل ولا أكثر صالح الله إما ضو مركز ويلك وحيري هذا أمر كان وأرم بيري عقل يكفق أو دهش إلا يابله أو يقبل ذلك ملك الموت يا إبراهيم إبراهيم أميو أميو أقبل يا ملك الموت أرنك النوعانه مركز ويلك فقويلك وليه أكسي وتحرف والله سمعت قول الله تعالى هذا الكإله ما مغلي إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذا الكإله وحلو كلها رب سبحانه وتعالى وحلو لها سعنا دبلو دقي مايو سعنا الله رمر المايو وكيف هذا يا إبراهيم تنسيكون عيسى كويري. إبراهيم نذهب حكويري كيف سولت نفسك أن تبارز بالمعاصي سينفت هذا كل صورة سويليه هذا الساس أكسونتهي إن هذا ألصه بمبحث ربي سبحانه وتعالى معاصي تيشانات بحيرهات الخامسة مديشانات كان بويري مركز حيو إذا جاءتك الزمانية أي ملائكة العذاب مركز يكوت ماذا زمانية ملائكة عذابتا يوم القيامة ليأخذوك إلى النار أي الدنيا أي نار تكون قاذان فلا تذهب معهم الراعي ديد بكيري وقال ولقل له بحاكوتنا دعوني إيقاتك ويقاتك نبيري وكن على علم يقين سيري أن الملائكة الله لا يعصون الله لا يعصون ما أمرهم إله سبحانه وتعالى ملائكة سنة وكو عاسي ماها بل ملائكة غلاظ شداد وملائكة أذك أو إله سبحانه وتعالى طرفة عين أنا كو عاسي بل مارت ربي أسجد سن أو ربي سبحانه وتعالى أمرت أتاقا فقال الشاب حيري وهل يستطيع ذلك أحد قف ميو أودا إلو يرهدو مركي ملكوتك أي ماذا أو زبانية أتي ماذا نارتين أوضان أو يري من إنه مارت إبراهيم أدهم كله الراعي ما يؤيغتك قف ما أوضا إنه سدا يرهدو والله كفاني هذا تاسا كافي قوي إبراهيم فإنها موعدة بليغة تني ووانو فمارت وحد حل قلة أو مارت قطر دير فإني أتوب إلى ربي إلهي بان الله بني وأستغفره مركز ربي ما نتوبت كان يا ربنا سبحانه وتعالى وحن كرجين التوبة يقبله ولازمه في العبادة حتى فرق الموت قيريد انت كتما دويل كاس معاصي ربي سبحانه وتعالى وكفك هذا انت أصول علي الحاهد انت مارت خلاصة القول وجملته صدق كلمة أدر دارا ونفت إذا مارت تينا أدر دار ما يعني قدر إن شاء الله تعالى وحاد وقتها ولا هذه معاصي كجرتي او اهربتنا معاصي ربي سبحانه وتعالى كفقات اتكدرات وحاد كدر داشا صدح لان قضى متكمدة أما استعلى القضاء بعكسه هذه ميل المعاصي ميل مرك أتكتب بأن معاصي كان عيسى يجربته هو دوال مشاس هذه يجربته قل أصحابه ومرك أتلاعي أدم بيا كل عيسى كيف هو أيكنا ولا لي سدوك هذه يجربته ميل مرك علنا نقطة أو معاصي كل عيسى سدوك المشاس